طبعا متابعين اللي بيحصل في عالم التكنولوجيا. كل يوم بقى في عندك تطوير وحاجات بتحصل ومنافسات شديدة جدا. كلنا عارفين انه زي ما عندك يعني فيسبوك وإنستجرام وفي تويتر، تويتر ملوش علاقة بشركة ميتا اللي هي بيبقى فيها فيسبوك وإنستجرام، تويتر حاجة تانية. لكن شركة ميتا عملت الحقيقة تطبيق جديد جدا سميته ثريدز، وقررت ان هي من خلال المنصة دي تعمل تواصل اجتماعي نصي ينافس تويتر بشكل عام واضح جدا. والتطبيق ده هيبقى متاح للمستخدمين في أكثر من 100 دولة. طبعا هم لاحظوا أنه التطبيق التاني بيعمل يعني نجاح وبينافسهم، فقرروا أن هم كمان يدخلوا في هذه المنافسة. التطبيق بيسمح للمستخدمين التسجيل مباشرة من حساباتهم. يعني إيه؟ حضرتك عندك حساب على إنستجرام، فأنت على طول بتدخل من الحساب بتاعك تعمل حساب على التطبيق الجديد وتبقى موجود بالتالي في العالم كله ومعاك كل متابعينك وكل حاجتك وناسك ومال زي ما انتم شايفين كل حاجة. طبعا هنا أكتر من 2 مليار مستخدم يعني نشط شهريا فتحوا حساباتهم مباشرة على ثريدز على طول، وبدأوا يستخدموا التطبيق بشكل كبير وبدأ يعني يشتغلوا عليه طول الوقت. المستخدم هنا أنه في كتابة تقدر تكتب منشور يقتصر على 500 حرف، على فكرة 500 حرف ده أكتر من تويتر بكتير، وإمكانية إضافة صور، تحط صور تحط مقاطع فيديو. ما هو أكيد هو هيعمل تطبيق تاني وشكله حتى مختلف. تعالوا ناخد شوية معلومات أكتر ونعرف هيودينا لفين والمنافسة رايحة فين. دكتور عصام الجهري أستاذ نظم المعلومات التحول الرقمي، مساء الخير دكتور عصام. مساء الخير، يا أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. إيه اللي هيحصل؟ الخناقة ما بين تويتر وثريدز هتروح لفين؟ هتروح لجيوبهم الشخصية يا فندم، وإحنا مش مستفيدين أي حاجة. بالظبط، إحنا بس قاعدين نتنقل من هنا لهنا يعني. بالظبط. طبعا ده صراع الأباطرة للسوشيال ميديا. شركة ميتا بتساعد مارك زوكربيرج استغلت التخبط اللي بيحصل في تويتر، وبتطلب تطبيق بسيط خالص في شوية إمكانيات زيادة عن اللي موجودة عند تويتر. طبعا بالنسبة لها ما فيش أي تكاليف، الموضوع بسيط خالص. طقم المبرمجين بتوعنا عمل الأبلكيشن بسرعة، عندنا منصتنا وعندنا سيرفراتنا وعندنا الاستضافة بتاعتنا، ما فيش أي تكاليف علينا. عندي الناس اللي موجودة على الانستجرام بقول لهم ببساطة من غير ما تكريت أكاونت تاني، يلا اتفضل خش استخدم. بالظبط، هو كمان بيسهل عليه يعني. لا ويقول له ايه، هو حطيت له كمان حاجه انه انت تعمل فولو اول، يعني كل الناس بتوع ما فيش مجهود اصلا، وده اللي يفسر الانتشار السريع النهارده للثريد عشرات الملايين. يمكن انا لغايه الساعه 4 كنت شايف وصلوا ل 10 مليون، ما اعرفش الساعه دلوقتي 10 ونص وصلوا لكام مليون. فمتوقع ان في ظرف الاسبوع الاولاني تلاقي ارقام بالمئات ممكن تكون موجوده في ثريدز، لكن الاضافه المجتمعيه لهذا التطبيق او اي تطبيقات اخرى في منصات التواصل الاجتماعي طبقا لدراساتي انا لا بتودي ولا بتجيب، بالعكس هي استعمار الكتروني للعالم. صحيح حضرتك، دي تطبيقات تاخد من جيوب الناس، تاخد من جيوب الناس البسيطه المستهلكه اللي قاعده عندها. طبعا يعني في اخر احصائيه عاملاها داتا بورتال وهوت سويت، عندنا 80 مليون مصري بيستخدموا الانترنت، 50 مليون منهم على منصات السوشيال ميديا. 80 مليون مصري؟ يعني نعم. يعني في مثلا بتوع حاجه و20 بس، يا حرام. طب يعني دول عايشين في صحه هايله، الحاجه و20 طبعا دول. طبعا طبعا. حضرتك ماذا اضاف ال 80 مليون مصري اللي موجود بيستخدموا الانترنت؟ 50 مليون منهم موجودين على السوشيال ميديا للناتج المحلي القومي، لاهداف التنميه المستدامه، لصحتهم، لاولادهم. صحيح. لاسرهم، لم يضيف شيء، بل بالعكس اخذ من اموالهم، اخذ من الناتج المحلي القومي، اخذ من وقتنا اللي كنا من وقتنا والجهد حضرتك بتاعنا. زمان حضرتك كنت بتروح المكتبه عشان تقراي وتتثقفي، ولما تطلعي على الشاشه تكوني متمكنه. النهارده الشباب الصغير ما بيعملش. بس هقول لك حاجه يا دكتور عصام، ما هو برضو يعني هذه الاشياء احنا بنستخدمها تويتر، بس انا اقدر استخدمها ايجابيا واقدر استخدم كل التطبيقات ايجابيا، واقدر هي تستخدمني. انا مش عايزاها هي اللي تستخدمني، انا عايزه انا اللي استخدمها. الامر انها فعلا هي اللي بتستخدمنا وتستهلكنا. طيب انا عايزه اسالك هنا سؤال، علشان طبعا احنا متابعين انه تويتر انت عارف اولا الكتابه النصيه عليه اكيد اقل من التطبيق الجديد، فهل ده كان سبب وان هم كمان يبداوا كانوا يبقى في يعني عدد تويتات؟ انت عارف في ناس بتتويت
في اليوم مثلا براحته يدخل كل دقيقه يعمل تويته، فطبعا ده هيقلل، هيبقى عنده عدد محدد من تويتات، وهيبقى فيه كمان فلوس تدفع. فهل ده هنا في الوقت ده قرر مارك ودي المنافسه انه يبدا التطبيق بتاعه؟ سؤال حضرتك جميل جدا. ولو بنتكلم فنيا، السنه اللي فاتت زي دلوقتي وفي القناه الاولى وفي برنامج حضراتكم قلنا ان منصات السوشيال ميديا هتبدا تحط رول وتاخد فلوس بشكل مباشر من المستخدمين غير فلوس الاعلانات والبيانات وخلافه. حصل الكلام ده وبدا ايلون ماسك اول واحد يعمل الكلام ده نتيجه غروره الاداري. حصل. تسبب في ضيق للمستخدمين بتاعه؟ نعم. بدا يحط قواعد للاستخدام على المستخدمين وعايز يحصل عليهم رسوم والكلام ده؟ حصل. هل الكلام ده اثر بالسلب على المنصه بتاعته؟ واضح، لان بقى في نوع من انواع الضيق للمستخدمين. يعني ايه تقول لي احط مجموعه فقط لغير من التويتات وانا ممكن كان في اي وقت اقدر اخش واستخدم اكثر من تويته في اليوم الواحد؟ الاستغلال الامثل اللي عملته ميتا، احنا بنتكلم فني رغم عدم قناعه الكل اللي بيحصل ده اصلا لانه ما ضفناش حاجه، كان صح جدا من ميتا لما دخلت في وقت كل مستخدمي ال 250 مليون بتوع تويتر متضايقين اوريدي من اداره تويتر دلوقتي. انت بتقول لي خد 200 حرف، طب بعد في منصه ثانيه بتقول لي 500 حرف، بتقول لي مفيش صور، طب في منصه بتقول لي يلا نستخدم طبعًا الصور. طبعا منصه بتقول لي استخدم الفولورز بتوعك اوريدي، مش هقعد لسه اضيف الناس. يعني معلش الحته دي بتهم المشاهير شويه. صحيح، لسه كنت هكلمك عليهم، يعني اللي هم نجوم تويتر في ثانيه هيبقى نجم برضه في المكان الثاني بمنتهى السهوله لانه اوريدي له اكونتات على انستجرام، فهو مستفيدين من الكلام ده. نعم. انا يعني اتخيل ان ايلون ماسك لو استمر في غروره الاداري في حضرتك، لما انا اكون حاسس ان انا قادر ومالك واقدر وبدير والناس بتبص لي على اني شاطر، اللي راح يعمله في تويتر هو اللي تسبب النهارده الاعداد الرهيبه اللي احنا بنشوفها تخش تريد في يوم واحد بالشكل ده. انا اتخيل ان المنافسه قد تجبره على انه يغير نظرته في اداره الامور مع تويتر، ولو ده ما حصلش فهو وتويتر راحوا في منطقه غامقه. طبعًا. يعني ما اعتقدش ان هيقوم لهم لأنه مره. لان انا هقول لحضرتك حاجه كمان دكتور عصام، يعني شركه ميتا ومارك يعني مش اللي عملوا فيسبوك وانستجرام وهم عندهم حصيله الاكبر بشكل كبير. طبعا ده كل التطبيقات هتبقى فاتحه على خلاص بعضها. هم يعني كان ناقصهم ده بس علشان ما حدش يبقى هم زي ما انت هستخدم جمله حضرتك الاستعمار العالم من خلال افكاره وحياته، فهو كده خلاص يعني حط ايده على كل حاجه. انت حضرتك بتتكلمي النهارده على منصات شركه ميتا بتقترب من 4 مليار مستخدم على مستوى العالم، نص العالم عند ميتا ببياناتهم. صح. بيقولوا صحيح. ايه صح. بتحليل بياناتهم بالحاجات اللي بيحبوها والحاجات اللي بيكرهوها، بايه تفضيلاتهم للاشياء. خلاص يعني هو كده هياخدنا في كل حاجه يعني، فاحنا الحقيقه بكل تطبيقاتنا موجودين خلاص في شركه واحده، وده اسهل بالنسبه له يعني. انا بس عايز قبل ما فقرتنا تنتهي انصح بس اخواننا المصريين، ما احناش مضطرين ان احنا نتهافت على استخدام كل منصات السوشيال ميديا. طبعا ان استخدمت ابلكيشن او الثاني او تطبيق او اثنين عشان ترسل بيانات، عشان تتراسل مع الاخرين، عشان تعرف اخبار الاخرين، لكن مش مهمتي ان انا اخش على 7 8 تطبيقات. انا فين الوقت؟ انا بدي نفسي فين الوقت لكل الحاجات دي كمان يعني؟ حضرتك لا حضرتك في التقرير طلع ان المصريين بيقعدوا 7 ساعات 48 دقيقه، يعني 8 ساعات في اليوم على الانترنت. دي 4 ساعات منهم دي على السوشيال ميديا. دي عايزه لها ارقام ودراسه. انا بقول العدد اللي حضرتك العدد اللي حضرتك قلته الحقيقه مخيف، مش مخيف انه بالعكس، يعني انا اتمنى انه احنا يبقى عندنا ان ال 100 مليون يكونوا موجودين على الانترنت، موجودين ولكن بشكل ايجابي. طبعًا. المنتج طبعًا. الرشيد طبعًا. لما استخدمها في التعليم، لما استخدمها في التدريب، لما استخدمها في الانتاج، لما استخدمها في البرمجه، لما استخدمها في الذكاء الاصطناعي، لما استخدمها في اي حاجه مفيده تدر دخل عليا انا الاول كشخص ثم مجتمعي، لا اهلا وسهلا، انا مبسوط جدا، لكن أكيد. الواقع ان ده ما بيحصلش. اكيد. انا بشكرك جدا دكتور عصام الجوهري استاذ نظم المعلومات والتحول الرقمي، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.